يمكن الخبر يكون صادم ومثير للسخرية، بس بالفعل هذا اللي صار. فبعض الناس اللي معهم هواتف ذكية مثل آيفون أو سامسونج عرضوا تليفوناتهم للبيع على موقع إي باي بأسعار خيالية وصلت بعضها لأكثر من 100,000 دولار أمريكي، والسبب هو وجود لعبة على تليفوناتهم. هاي اللعبة هي فلابي بيردز اللي عملت ضجة كبيرة بالفترة الأخيرة، واضطر وقتها مطور اللعبة الفيتنامي إنه يسحبها من الجوجل بلاي ستور والأبل ستور بعد ما نزلها مجانا للمستخدمين، واعتذر عن سحبها بسبب إنها عملت إدمان كبير للناس اللي نزلوها. وبعد حذف اللعبة صارت التهديدات تلاحق مطور اللعبة لأنه حذف لعبة أدمن عليها كتير من الناس، والبعض هدد بالانتحار في حال تم حذفها. المهم اللي نزل هاي اللعبة وهي متاحة كسب لعبها أو كسب بيع جهازه اللي بيحتويها بهاي الأسعار الخرافية.